يجيبوه مزبلة عيشة تقرف. تامر. أيوة. معلش يا حبيبي هتعبك معايا. أموري. خد دور بقى في درجة أبوك ده، ترمي لي الأدوية اللي ملهاش لازمة وتسيب لي اللي لازمة، ولما تخلص تناديه عشان معايا الشغالة جوه. إيه ده؟ هو البرشام ده بتاع بابا؟ آه، كل يوم بياخد منه واحدة. يا نهار أسود، أبويا بياخد ده؟ ماله يا أخويا الدواء؟ مفيش، أصل الدواء ده مهدئ. طب ووشك اتخطف ليه لما عرفت ان ابوك بياخده؟ انا استغربت يا نهى، ده انا معرفش ان بابا بياخد ده. طب بقول لك ايه، هو مهدئ ولا منشط؟ ولا هتكدب عليا زي ابوك؟ للاسف يا نهى ده مسكن قوي. طب وماله يا اخويا؟ ابوك كبير ومحتاجه. ايوه يا نهى، بس ده خطر على صحته. خلاص قول له، ما هو دكتور، هو يعني مش هيعرف مصلحته فين؟ ماشي يا نهى، انا نازل له، مش عايزه حاجه؟ لا شكرا. ما تنساش تبقى تقول له يجيب لي الحاجات اللي انا طلبتها منه، مع انه ما بينساش من المسكن اللي بياخده ده. حاضر. طب انت ما عملتش الدور؟ ايوه يا نور. يا امك اللي حدفتك علينا صح؟ اه. جت قوي. طالع بجح لامه، خد بالك؟ طالع تاكل لقمتك وسمعنا خطوتك، فاهم؟ ما اقعد معاك يابا شويه. ما انت قاعد يلا وانت واقف. محروس جوز امك عامل معاك ايه؟ ابويا كويس. يا ابن الكلب يا واطي. ابويا برضك؟ اسمع عوض انا، اياك اسمعك كلمه ابويا تاني، فاهم؟ طب هات جنيه. هتعمل بيه ايه؟ هنزل العب في النت. خد يا خد. بس اياك تهوى منحة النت بتاع الواد جابر. ها؟ ما بروحش عنده. هيروح عند النت تاني. يروح يابا. اصل الجبل ده فتح النت مليطه، كل العيال هناك بتخش على المواقع الملوثه. البلد كلها باظت يا ابني، يعني جت على العيال. بابا انت عاوز 5000 جنيه. كأني ما سمعتش. تبع وصل ضروري. وانا لو معايا 5000 جنيه كنت قعدت جنبك. كان زمان نزلت اشتريت شويه عده وشويه قماش نشتغل بيهم. خلاص بابا مش عاوز حاجه. عايزهم في ايه ال 5000 جنيه دول؟ خلاص بقى. ما تنطر، عايزهم في ايه؟ كنت هجيب بيهم لابتوب. ايه اللابتوب ده؟ اه في باب اسمه توب؟ وهتركبه فين ان شاء الله؟ خلاص صبا مش عاوز حاجه. ما تفهمني يالا، ايه اللابتوب ده؟ ده فيتامين، فيتامين. ابن الكلب يا واطي. فاكر ان انا مش عارف يعني ايه لابتوب؟ بعينك ولا؟ مساء الخير يا ست هاني. تعالي يا وديه تخش. ادخلي ادخلي يا سناء. تعالي يا سيدي. بابا اقعدي اقعدي اقعدي. اشتغلتي قبل كده؟ لا صراحة ربنا لا، دي أول مرة. بس إيه، أمينة ونظيفة وعلى مسؤوليتي. طب بصي، أنا عايشة لوحدي أنا وجوزي وما عنديش أولاد، بس انا هخليكي تيجي كل يوم تروقي الشقه وتطبخي، وعلى الساعه 5 كده تكوني مروحه. ان شاء الله هتتبسطي مني قوي يا ست هاني. ان شاء الله هديها 400 جنيه ولو عجبني شغلك هبسطك. ربنا يخليكي لينا يا ست هاني. بصي بقى، هتيجي من بكره الساعه 7 علشان اعرفك هتعملي ايه قبل ما انزل اروح الشغل. الساعه 7 بالثانيه هتبقى عندك. يلا بينا يا سناء. استني يا ولاد استني. خد يا ولاد. ست هاني مخيلك مغرقني. ما تقوليش كده يا ولاد، انت بتتعبي معانا. اللي هيخليك. شكرا قوي يا ست هاني، ربنا يخليك لينا. اقفلي الباب وراكي يا ولاد. حاضر يا ست هاني. السلام عليكم ست هاني. ده الاشاره. ايه الاخبار عندك يا ريس؟ صباح الخير يا باشا. رانا يا يسر. عاوزين نودي الاكل ده لمنى عباس، هي محجوزه هنا، ما بعتها لها يعني. ولا امشي من هنا. ايه يا باشا؟ وانا اجيب لها ايه؟ ما اجيب لها اكل. انت هتطول لسانك؟ خد فتش الاكل ده. اتكل على الله. ولا
يا باشا. تتعرفها منين؟ من حارتها يا باشا، حضرتك شفتني قبل كده. اتكل على الله. حاضر. هو انت مش دخلت لها الاكل اللي انا جبت لها الصبح؟ لما عرفت ان انت اللي بعت ما رضيتش تاكل. طب دخل لها الاكل وما بعتها. اه منى عباس. ايوه. امك بعت لك الاكل ده؟ تعالي يا بنتي وهي ده اكل بيتي. مرة قولة قوي يا بنت في الطبيخ. بتمر مرة يشطح بوزة. ايه مرة دي؟ لما امي انا تبقى مرة، امال امك انت تبقى ايه؟ امال يا اختي هي مش مرة ولا ايه؟ امال انت يا ليلة الادم، هو لازم تبقى في السجن؟ لا يا حبيبتي، انا قريب الادم جوه السجن وبراه يا عينيا. انا قلت الادب على روحك. ما انتيش طافحة امي. انت يا بنت ما انتيش قبل مني يا بنت. ما انتيش طافحة. يا نهار الجسد. ما انتيش طافحة يا وليه. يا اخويا انت لوري نفسك يا بنت. ما تحترم نفسك. توري مين يا مرة؟ بس يا مرة. حاضر يا بيه. من مطر انت هتروح على النبى والنبى على السجن. احسن ما اشوفش الاشكال الواسخه دي. احنا برضه اشكال واسخه. مش معنى اسكت يا مرة ولا امسح بكرامتك الارض. تحت عمرك يا بيه. حاضر يا بيه. يوسف كلبش البت دي ورميها في الطرق. يلا فين؟ ما تحترمش السجن يا مرة. كل واحد تقعد مكانه. ايه فيا؟ ايه ركبت كام؟ 80. بص هتاخد الكرتونه دي كم مره لحد ما نبيع؟ ها الواد عادل هيفتح محل موبايلات. ها الواد اللي في اخر الحاره ده ويعمل شويه مزيكا على دي جي وواقف على تصريح. قلت له كام؟ قلت له 200. ماشي التصريح هيكون عندك بكره اول ما تقفش تتحاسب. ماشي يلا يا ابني بطل لكاع. يا باشا الدوايه بس بايظه. دوايه بايظه؟ هات هاتك تتحط جنب اخواتها. كله على الله. اوبا علاوته. ايه يا بنت تاني؟ ليه معورك كده يا بنت؟ ها؟ انت ايه ما بتريحيش؟ اخلع من نفوخي يا عبد الله انا مش نصاب. طب بقول لك ايه؟ مفيش حاجه لينا كده؟ حاجه زي يا اخويا. يعني حاجه ملوثه تعمل خيال في الدماغ. قوي قوي في دم في ايدي تاخد؟ لا وعلى ايه؟ قولي لي يا بنت مين اللي عمل فيك كده وانا اكسرهولك. لا شقي وتعملها. امال ليه ما اخدش منك غير حوارات؟ ما فيهاش غير حوارات. هنعمل ايه؟ ايه الحوارات؟ يا عم الشقي مين دي؟ دي الدفشه؟ دفشه مين يا عم؟ دي بنت بايعه نفسها. سيبك منها خلينا في شغلنا. هات الكرتونه. يا ست ام منى. ست ام منى يا ام منى. ايوه يا استاذ تمام اتفضل اخوي. يزيد فضلك يا ست، بس لو تقدري تنزلي انت يبقى كتر الف خيرك. اتفضل يا استاذ، احنا مش قد المقام ولا ايه؟ لا يا ست قد المقام ونص. حاضر طالب. اتفضل. اهلا وسهلا يا استاذ تمام اتفضل. يا ساتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بيت بيتك يا استاذ. اهلا وسهلا. تسلم يا كل راضي. ما شاء الله. عيش ربنا يكرمكم ويزيدكم. يا رب يبارك لك يا رب يديك الصحه. الله يخليك يا ست. هعمل لك كوبايه شاي على الماشي. لا 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 شاي ايه؟ انا لسه شارب الشاي في البيت. طمنيني الاول. منى بنتك عامله ايه؟ كانت النهارده في النيابه. ما انا عرفت من الواد بلال. وايه اللي حصل؟ خير ان شاء الله. خدت 5 استمرار. ربنا يستر يا استاذ تمام. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا فك ديتها وديت الناس كلهم. امسكها يا مولانا. يوه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. دول اللي خرجوا من ولاد الحلال الجمعه اللي فاتت. هي حاجه بسيطه بس اهو.
نوايا تسند الزير. كتر الف خيرك، انا مش عارفه من غيرك كنا عملنا ايه. انا ما عملتش حاجه يا ست، ده ربنا سبحانه وتعالى واولاد الحلال هم اللي بيعملوا. انا بوصل الامانه وبس، وربنا يتقبل. يلا ربنا يبارك. سلام عليكم يا اولاد، اشوفكم خير. ما يصحش، لازم تشرب حاجه يا ستي. هو انا غريب؟ المهم تبلغي سلامنا لبنتنا منى. يوصل يا اخويا. خليها تشد حيلها كده. يقول لنا عمك تمام بيقول لك لو مظلومه ربنا هيفكها ان شاء الله. والله مظلومه يا مين؟ بالله مظلومه يا استاذ تمام. ربنا كبير، هو اللي بينصف المظلومين. ربنا يديك الصحه يا رب. تسلم خطويك، تسلم خطويك يا اخويا. ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا اخويا. النبي ما انا عارفه انا هصلي في الحرم ازاي وانت كل يوم داخل لي وش الصبح من بره، ولا على بالك يا واد اللي انا فيه. اعمل ايه يا امه؟ المصورات اللي جبتهولي كده والصور طلعت حلوه الحمد لله. الصور طلعت حلوه كسبت صلاه النبي. يعني يا اخويا لو كانت الصور طلعت وحشه مش هحج؟ ايه دي يا امه، لما نشوف هنعمل ايه؟ العمايل معروفه يا عين امك، زي ما جبت لي المصورات الاوضه صورني هتجيب لي بتوع الجوازات هنا هو يدوني الجواز، وبتوع البطاقه يدوني البطاقه. جوازات ايه؟ انا ما اعرفش بتوع الجوازات دول بيجوا البيوت ولا ما بيجوش. يا حبيبي ما دام بتدفع هيجوا. ايام ابوك الله يرحمه ما جبت لي هنا هو بتوع الشهر العقاري عشان نعمل اعلان الوراثه. حاضر يا اما، هسال واشوف. يا واد انت بتتعصب عليا ليه كده؟ بتتغير كده ليه كل ما اجيب لك سيره الحج؟ خد بالك اوعى اغضب عليك، انا بقول لك اهو مش هسامح لا دنيا ولا اخره. حاضر يا اما، حاضر حاضر. ايوه اتعصب يا اخويا وزعق قوي، ارفع لي الضغط اكتر ما هو مرفوع. لو على ايه؟ تصبح على خير يا امي. ايوه ادفن نفسك يا اخوي، ادفن نفسك في السرير علشان ما تسمعنيش. بصيت حفظ يا ابني، انا مسافر مش عايز يا ابني وانا في الغربه ابقى مكروب على امك واخواتك. اطمن يابا، تروح وترجع بالسلام. السفريه دي جت لي بطلوع الروح وانا عجزت يا ابني، عايز القرشين اللي يطلعوا منها اسطر بيهم اخواتك. طب يابا ما تشوف لي اي شغل انا هناك، اي مصلحه، اي حاجه، بدل رميتي هنا البلد متكسره. يا ده انا اتحايلت عليك بدل المره 100 وانت اللي كنت نافر مني، كان زمانك دلوقتي صاحب فرن قد الدنيا. يابا ده انت نفسك كرهت الشغلانه. لا ما كرهتش الشغلانه، انا بس اللي تعبت وصحتي ضعضعت مني، ايديا ما بقتش قادره تشيل العده. والله مالك عليا يمين، لولا الشغلانه دي جات لي مشرف عمال والله ما كنت طلعتها. نجيب يا دي الصواني خلصني. شغل عم زايد. يلا وديه على الفرشه لغايه السريح ما يجي. طب اقول لك ايه، ما تخليش الواد ده يتاخر عليا، انا بتخنق من وقفه السوق. يا عم شيل وخلص، انت لسه برضه هتبقى نافر مني. يلا اهو اهو، يلا يا حبيبي يلا، ده انا لسه موصيل الشاي يا دكتور كده يبقى 9 شاي. حط عندك وروح انت غرف 60 خراره، انت هتعد علينا التراخي. كمان 9 شاي ده كلام برضه؟ انا عجزت يا تامر، تعبت وشقيت، وانت عارف ان طلباتكم كتيره
ونهد كمان يعني مش مخليه مخلص عليا اول باول. وانا كمان لازم اسد ومش عايز اقصر في حاجه. يا تامر يا حبيبي ده كل اللي انا باخده ب 50 مللي. بس بتاخد كل يوم يا بابا وهو ده الخطر. الله جلالك يا تامر يا اخي ما تروح تشوف شغلك ولا تروح كليتك وتشوف انت عايز ايه؟ انت عايزين مني ايه؟ حاضر. لا احنا ما اتجوزناش ليه لغايه دلوقتي؟ احنا رجاله خايبه قوي على فكره، مع ان النفر مننا ممكن يتجوز مرتين وثلاثه. صدقوا ان انا نسيت اتجوز بعد مراتي ما ماتت. انا ما اقدرش اتجوز على مراتي، كدب خيبه، كل يوم جايبه اجلي اول باول. انا سمعت ان هي جامده حبتين. يعني انت اللي حال خلاطك قوي، ما انت متداول في البرشام عشان تسد. يا ريت نافع. ما تجوزش انت اللي بقى يا سبع، ما مراتك ودعت هي كمان. اه والله صحيح، مع ان الواد كريم ما عندوش بال. صحيح يا بركه، انت ما اتجوزتش ليه؟ خايف منها. بتتكلم بجد؟ يا الله، اصلها لو عايشه كانت قتلتني عشان كده. يمكن ده اللي خلاني خايف، مش عايز اتجوز دلوقتي. يا عم ده النسوان فار، كل واحدة عايزة تتجوز واحد ويبقى بتاعها هي لوحدها. المساواة، البت زي الولد. يا عم ما تشرب يا عم وتخلص. احنا هنحكي في المحكي، احنا خلاص بقينا فيستن، ما ينفعش ضعاف لا نفتح بيت تاني ولا تالت. بس انت كف الاولاني. اتكلم عن نفسك. ماشي. احنا مش ضعاف ولا حاجة، النسوان هي اللي بقت مفترية. قالوا يقول لك العوانس كتير في البلد. الله، ما هم لازم يبقوا كتير، كل واحدة متجوزة واحد ومحتكراه، مع إن الحكومة منع الاحتكار. إنما لو سمحت بقى إن جوزها يتجوز واحدة واتنين وتلاتة مش هيبقى في عوانس في البلد. الله يبارك فيك. الله يفكر. طب بس إزاي بقى نقدر نقنع الستات انهم يوافقوا على الحكايه دي؟ بالجزمه بالجزمه عليا اليمين اللي انا متجوز. انا بابا ايه؟ اوعى تخش معايا يا عم. تعالى بابا اهو، بابا اهو. بقالي ساعة بنادي عليكي، سرحانة في ايه؟ مفيش يا ماما، كان نفسي اربيها يا ماما. ياه، هنرجع للحكاية دي تاني؟ حاسة ان ربنا بعتلي بنت يعوضني بيه عن العيال وانا رفضت. طب ده كانوا قالوا انها بنتك وانت مش عايزة تقولي. انا مش عايزاكي تجيبي سيرة الموضوع ده تاني خالص ولا تفتحيه. يلا يلا قومي، في فيلم حلو في التلفزيون، يلا قومي عشان نتفرج عليه. لا انا حنام، تصبحي على خير. براحتك، وانت من اهله يا بنتي. تعالي تعالي، قلتي لي اسمك ايه؟ خدمتك سناء. تعالي يا سناء. حاضر. اقول لك هتعملي ايه؟ هتسلقي اللحمه دي وتعملي رز ابيض وشويه بطاطس.
ها؟ حاضر يا ست هاني حاضر. ده بعد ما تروقي الشقة، عايزة أشوف شغلك. طبعًا إن شاء الله هتتبسطي مني قوي يا ست هاني. أستاذ ممدوح لما يصحى تعملي له قهوة مظبوط. حاضر من عيني. عيني يا ست هاني. موبايلي كان هنا فين؟ أهو. طب يلا بقى روحي المطبخ تعرفي على مكان البن والسكر وعيشي حياتك بقى. ماشي. صباح الفل يا جمال. صباح الفل يا حبيبي. اتفضل. صباح الفل يا واد. الو. ايوه بيت انت فين يا ابو رصيدي؟ خلص فداخل المحل اهو. يلا فين يا انت بتشتغل؟ ورقه اهو. ايه الحته مرت خدت شحنته امبارح؟ صباح الفل يا نيل. انا بيتا ما تلغيش لحسن، انا مصدع وتعبان معاك الشغل. خد يا نيل. فين يا ابو؟ صباح الفل. خد هذا الدواء والشقلب في الهواء. ابو يا بيتا. ايه؟ طبعا يا نيل. خلص شغله وكلمني يا نيل. السلام عليكم يا عمو. سلام اخويا. الواد ده كان بيعمل ايه هنا يا لأ؟ ولا حاجة يا ابو، ده كان جاي بس كده بيسلم عليا. اتفضل يا ابو. سلم عليك. صباح الفل يا ابو. النهارده مش شد مكوى، لا تبعد عنه خالص. لا خلاص بطل يا ابو، دلوقتي بيضرب وشاب كده خفيف. تتهرج معايا روح امك. بقول لك تبعد عنه يبقى تبعد عنه. حاضر يا ابو. حاضر يلا روح الورشة. ان شاء الله. اسمع انا. خد الشنطة اللي هناك دي وديها لعمك سيد. حاضر يا ابو. قول له هي دي العدة اللي طالبها لوسط حاله. حاضر يا ابو. ما تحرك يا مالك، ما تكلمنيش ليه على الصبح. ماشي. انت حاطط الشنطة دي ايه يا ابا؟ يا عم شيل واتساهلك. ها؟ ربنا يستر ان شاء الله. خلي بالك اخواتك يا بنت سعاد. ما تخافش يا عينيك. امسك يا حزه وابعت لك دي. ايه دي؟ دي الشنطه اللي راح الحامل. سلم على ابوك. يلا اتكل انت. الف سلامه يا عم سيد. الله يسلمك. تروح سعيد. تروح كريم سعيد. الله يكرمك يا رب. اركب يا بارك. ركبنا يا سيدي. انت في حد جاي معاك المطار؟ انت. انا؟ ايوه. خش جوه يا بنت. يلا يلا يا اسطى. على السلامه يا ابني. الله يسلمك يا سعيد. روحي بقى دلوقتي. كلمني يا سعيد. ان شاء الله اللي هو نصيبه هاني. واتغدى يا اخويا وكل كويس. هو في اكل بعد اكلك يا هاني؟ ربنا يخليك يا سيدي. يلا يا اسطى. ما تخبصي بقى يا عم بقى. خش جوه يا بنت. يا سعيد يا بنت. ما تحرم نفسك يا بنت. الله ما حدين يرفض. شافي يا سعيد انت لسه ما تتغدش. مع السلامه يا ابا. ماشي يا اخويا بالسلامه. مع السلامه يا ابا. درسنا اليوم عن السيمة. وما أدراك ما السيمة؟ واللي بتعمله فينا السيمة، واللي بيجرف السيمة. كنا زمان بنسمع الناس على طول بتقول سيمة وانطة هاتوا فلوسنا. أنا النهاردة هقول سيمة وانطة هاتوا عقولنا، هاتوا مبادئنا وعقائدنا، هاتوا عاداتنا وتقاليدنا، هاتوا ديننا. اذكر الله. قل لا اله الا الله من قلبك يا سيدي. السيمة وما ادراك ما السيمة. ليله امبارح بعد ما صليت العشاء قلت اريح شويه، فضلت اتقلب على السرير ذات الشمال وذات اليمين من ازعاج تلفزيون الجيران الذين لا يراعون حرمة جيرانهم. ما هم معلقين التلفزيون على الاخر. سمعت والعياذ بالله مذيعه تلفزيونيه معاها ضيفه نجمه سينمائيه، وبتسالها بتقول لها ايه اخبار فيلمك الجديد؟ يا ترى الفيلم بيتكلم عن ايه؟ ايه الدراما؟ الاحداث يعني ها؟ ايه المراد؟ اللي هي الحكم والمواعظ؟ فيلمك بيقول ايه؟ بالكم تقول ايه؟ الفيلم الجديد بتاعي بيقول رجل خان زوجته، فهل من حق الزوجة أن تخونه أم لا؟ اذكر الله. من حق الزوجة أن تخونه أم لا؟ تشجيع رسمي على الخيانة، تشجيع علني على تدمير الأسرة. أهدي السيمة. استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ايه السيمة وايه اللي بيودينا السيمة؟ ما هو الشباب المراهقين واطفالنا الصغيرين هم اللي بيجرجرونا على السيمة. اي والله. من ايه بقى؟ من الاعلان. الاعلان اللي بيقعدوا يشبوه في التلفزيونات. ما هو اعلان الفيلم ده
فيه جمرة خبيثة. أو عز الجلال الله، جمرة خبيثة. إيه الجمرة دي بقى؟ الخلطة الشيطانية اللي بيعملوها صناع السيمة. شوية ضحك من اللي هو وكله ضرب ضرب، مفيش شتيمة. الراجل اللي حاول ولا قوة إلا بالله عايز يتضرب شوية ويتشتم شوية. طب ما هو تشجيع على قلة الحياة وعلى الجبن والتخاذل ولا إيه يا ناس؟ أنا نفسي أشوف الجدع اللي هو كتب الفيلم ليه وكتب الكلام دي عشان أوريه الضرب اللي بجد من غير شتيمة خالص. الله استغفر الله واذكر الله من قلبك يا سيدي، قول لا إله إلا الله. مش ده اللي بيحصل ولا إيه؟ شوية ضحك على شوية كلام فاضي بقى من اللي بالك فيه. أمال إيه؟ شوية لحمة، اللحمة اللي أنتوا ما بتقدروش تشتروها. ما اللحمة بقت غالية، غالية خالص، مش كده؟ وما نقدرش نشتريها. هم يكسبوا فينا ثواب ويعملوا فينا معروف وكتر ألف خيرهم يفرجونا على اللحمة. ومش أي لحمة، اللحمة البشرية. والعياذ بالله تطلع الممثلة من دول مش عارفة تعرق ايه ولا ايه، والمخرج عمال يجيبها من هنا ومن هنا. فهو سيما انت، استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة الا بالله. مش الكلام ده بيدخل بيوتنا يا ناس؟ والله الواحد ما عاد عارف حاجة. اللي الواحد عارفه ومتأكد منه ان الدنيا في هذا الزمن الصعب، في هذا الزمن الملعون، بقت سيمة أونطة. خرجنا منها على خير يا رب، وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدا خيرا من يومنا، وارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا شيخ. ربنا يكرمنا جميعا. سلام 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 سلام. بقول لك يا عم عمرو، كان في جدع قاعد هنا ومعاه تسجيل، ما شفتش راح فين؟ ما خدتش بالي يا أستاذ تمام. نسوان طالع عينيها وبتملى ميه واحنا قاعدين على القهوه، مش دي خيبه؟ واني خيبه؟ لا مخدرات نافعة ولا انابيب. 50 جنيه مكسبنا من الانابيب بس، ده احنا طلعنا عبط عبط يعني. لا، وابويا مسافر وفاكر انه سايب راجل في البيت، ده لو احتاجه بجنيه عيش مش هعرف اجيبه له. هو احنا ليه يالا ما بنفكرش نسافر؟ مكاتب السفريات دي كلها نصب في نصب، بيضحكوا على الناس. انسى. ايه الزفت اللي احنا فيه ده؟ احنا زباله. زباله ايه؟ ده الزباله انضف، على الاقل الخنازير بتاكلها وبتجيب لنا المرض. بقول لك ايه يا دبلال؟ احنا بدل ما النسوان دي يشيل على دماغها وتملى ميه، احنا نجيب عربيه كار وكام جيركن كده ونملاهم الحنفيه اللي هناك اللي عند المزلقيه. مساعده يعني؟ مساعدتها بهيم انت؟ دي خدمه توصيل المنازل. الجيركن ب2 جنيه، شوف احنا بقى هيطلع لنا من الحته دي كام؟ حلوة قوي يالا، ده احنا نأجر عربية كارو ونجيب كام جيركن كده، وأنا أعرف واد شقي ساكن جنب الحنفية، هيخلي الحنفية بتاعتنا طول اليوم. أيوة كده، شغل الدماغ دي شوية بقى معايا. ده أنت لو حابب أجيب لك خرطوم من الحنفية لحد القهوة وقت دلوقتي. من بكرة المشروع دار. دار يا معلم. كده في 40 جنيه دي. خليهم بعدين يمشي يالا. اتكل على الله، اخفى يالا. عايز منهم ايه يا ده سردينة؟ في حسابها دي يا معلم. يا دي يا حمار، دول صحاب قهوه، اعتبرهم دفعوا. انا اقول لك حسابهم كام؟ 40 جنيه يا معلم. اتفضل يا سيدي، ده 40 جنيه. اديله بقى شيش جنيه يا معلم. كمان؟ اتفضل يا سيدي. ما يستاهلش. ليه بس كده؟ اخفى انت. عشان لوك اخفى. ايه ده؟ بقول لك يا معلم. معكش 10 جنيه سلف كده؟ اخدت ليه؟ مش دافع لكم الحساب. بخيل قوي. ازيك؟ خد، عارفه انك بتحب السجق. امسك امسك، خد كل صح. يلا
بالك انت والله ما برضه اخد قطن من اي حته تانيه، دايما من هنا عشان اجيب لك تاكل. روح بقى انت يا باي، ده انت غتيت اوعى. بقول له كتر شويه، هسيب لك دول تنام عليهم. يلا فوتك بعافيه. ريت الشاي شويه رجاله. عبد الله، عبد الله المهندس نبيل معاك نجيب الكرتونة. تاخد ايه؟ كرتونة ايه؟ كرتونة اللوند. ليه؟ اللوند. اللوند. ثانية واحدة. كرتونة يابا. هات الواد ده. رجالة. حارة جوا حارة.